انا وحماتها مع بعض اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم متابعينا من كل مكان بفيديو جديد. ان شاء الله فيديو النهاردة هنخزن فيه الفول الاخضر، طبعا على طريقة حماتي وحماتي اللي هتخزن معانا. ده طبعا شكل الفول الاخضر للي ما يعرفوش، والعود بتاع الشجرة بتاعته. دي يا ماما الشجرة بتاعته تبقى بالشكل ده. طبعا الشجر ده الناس بيحطوه لايه؟ للبهائم. وهو اخضر ولا بنشفوه؟ هو اخضر. عليكم السلام. بتاكم. وهو اخضر كده برضو يعني العيدان بتاعته مش بتترمي. لا لا. اللي هي دي. انا جبت برضو كم شجر كده عشان اوريها لكم. طبعا حبيت برضو اوريكم شكل الشجرة ما تكون في الارض تكون مزروعة كده. طبعا قرون الفول بتكون موجودة فيها. ده موسم الفول، هو سعره دلوقتي نزل الاربعة كيلو بعشرة جنيه. تمام، يعني الكيلو واقف على 2.5 جنيه. يعني الكيلو واقف يا ماما على 2.5 جنيه. فول بلدي ده. ده الفول البلدي صح؟ يعني مش ده اللي بيتنشف بعد كده وتعمل فول مدمس؟ بنعمل هو ده. لما يتنشف بقى صح؟ لكن هو دلوقتي فول اخضر. فول اخضر انا دلوقتي بقى بنفرطه كله، بنفرط الكمية مرة واحدة. بنفرطه وبعدين بنوريكم لما بنسلقه ونتخزن بقى. بقى بنفرطه طبعا هنبدأ نشيل القشرة أو الحاجة اللي فيها دي. نشيل الحاجات دي، الحاجات الرفيعة دي بنشيلها. تمام، ده بعد ما نفرط بقى الكمية على بعضها هنبدأ نشيلها. نشيل الحاجات دي. ودي طبعا ضمن التفريزات برضو عشان المتابعة اللي كانت سألتني عن ايه الخضار اللي يتفرز في الوقت ده. فرزنا البسلة والجزر والسبانخ والقلقاس، اي خضار انت ممكن تفرزيه على فكرة، ومن ضمنهم كمان الفول الاخضر. هو طعمه جميل جدا في الاكل، سواء تعمليه بطبيخ او بشوربة او بطشة او مقلوبة زي ما عملناها مع بعض قبل كده، وبيدخل في السلطة. خضار جميل جدا وغني. هنفرط بقى الكمية اللي معانا ونشوف هنكمل الخطوات مع بعض ازاي. بعد ما خلصنا بنحلي في الحاجة الحلوة. حلو بقينا بقى مكان متعب. طبعا الكمية بتطلع معظمها قشر، القشر بتاعه بقى كبير، فانت حاول تجيبي كمية كبيرة عشان يطلع لك شوية فول حلوين. احنا عملنا قشر كتير اهو، يعني ده كله كده قشر، وده الحب اللي طلع. في حلة كمان. ماشي، حلة كمان. وان شاء الله بقى احنا كده كفاية كده، والصبح لسه هنكمل تنظيفها والسلق بتاعها. دلوقتي طبعا احنا قشرنا كمية الفول اللي معانا، كنا سهرنا بقى عليها بليل لان ما شاء الله معانا كمية حلوة، لان للعيلة كلها ربنا يزيد ويبارك. فده بقى تاني يوم. يا صباح يا احلى صباح المشاهدين. ايوه. وانا بصبح عليكم كلكم. وبحبكم والله كلكم وبدعي لكم. مصيف اللي طالبه منك. مصيف طالبه منك الدعوه مخصوص. ربنا يرزقها بالذريه الصالحه يا رب. اللهم امين. بالولاد والبنات. الناس مبسوطين بفيديو الغلي. بنعمله كده عشان خاطر تشوفي بينزل منه ايه. دلوقتي بقى يا ماما انت جبتي ده غربال. طبعا اللي مش عنده مش مشكله، لكن احنا بس بنوريكم ان ده مسهل علينا شويه. عشان كميه كبيره. ما ينفعش ان انا كل حبايه اطلعها واعمل كده كده. شوفي بنشيله بنلاقيه نظيفه ما فيهوش اي. ده بيساعد يعني اما نفركه كده عشان احنا عايزين نطلع ايه؟ معانا نطلع الحاجات دي. وريهم كده واحده ما فيها يا ماما. واحنا بنشرده بقى بنشرد منه الحاجات دي. امسكي كده. وروني احنا بنطلع دي القشره اللي هي دي. ما هي وبنطلع بنشرد منه حاجات وحشه. عايزين اوريكم بقى هنا بصوا. ده بقى السرد، بتطلعي بقى الحبايه اللي هي سمرة صغيره اللي فيها مش عارفه حبايه سودة. القشر ده كله طالع مني يا جماعه ولسه كمان ما خلصناش. طبعا هنا ازازه بقى يا فندم موسى. لزوم الشغل. ايوه لزوم الشغل. وبعد كده بقى بتقومي شايله حبايه شويه شويه وتحطيهم بقى ايه جنبك في حاجه نظيفه كده. ده اللي انسرد اللي هو ما عادش فيه كده. ما عادش فيه حاجات. الحاجات الوحشه بتنزل. ما انشالتش بقى، بتشيلها بصبعك كده او بظفرك تنزليها. لو حابه انت بتجيبي كميه بسيطه، غير ما احنا جايبين كميه يعني كبيره. كتير. معلش هو بقى يوم متعب في التفريز او في التجهيز، لكن بيريحك بعد كده طبعا. وبالنسبه للغله ما بنغسلهاش. ماما توضحي لكم بالنسبه للي قال ان الغله المفروض تتغسل. ما بنغسلهاش اولا، الدنيا شتا ما فيش شمس تنشف. وثانيا الغله ما بتنغسل بتبقى خشنه. الدقيق بتاعها خشنه. الدقيق بتاعها
الرده بتطلع اكتر من الدقيق ومتبقاش فيها عرق. متبقاش فيها عرق. تمام. انما لما احنا بنقعد فاضيين وموراناش حاجه بنقدر نسردها على الصينيه ونفرها كده وننجم منها الطينه ومنخليش فيها حاجه خالص، وبنعملها برضو بالغربال ده، بنعملها بالدقيق بالدقيق. الذره. ما نسيت بقى، انا ما صورتش بقى معاكم مرحله التنسيف بالدقيق ده، بتطهرها بقى من البودره او البرشام الموجود فيها. بنروح عاملين دقيق ذره بريحه ميه بسيطه كده وننسمها كده، ونروح هرسين الغله بيها وهي في الطشت كده، وبعد كده ناخد حبه حبه في الغربال ونهرسهم كده. يعني في مرحله تنظيف بعد كده. بس انا طبعا ما صورتهاش لانها كانت تاني يوم، وحماتي بقى عملتها من بدري وبعدين نروح لما نزلت عاملينها خلصتها. ومعبيينها في الشكاير ونطحنها. وبالنسبه للخزين، واحده بتسأل. الدقيق ما ينعملش في براميل البلاستيك، لان براميل البلاستيك بتخليها تسوس. ايوه، بالنسبه للمتابعه اللي بتسال، ينفع ان انا اخزن الدقيق في برميل بلاستيك؟ لا لا، لا يا حبيبه قلبي، ماما بتقول ما ينفعش عشان هيخليها تسوس وهيبقى حامي عليها. ممكن يا تخزني في برميل، شكاير عادي، صح يا ماما؟ يا برميل اللي هو صاج اللي هو ده. صاج، يا اما تاني انت عاوزه تطحني مثلا في الصيف دي، ما تطحنيش كميه كبيره عشان الدقيق بيسوس بسرعه. اطحني حبه بحبه لو ما صغيرين يعني على عندكيش، قد الاستعمال. خزية يعني حاجة تخزني فيه، اطحني حبة بحبة على قد العجنة كده. تمام. لكن فاهم؟ برميل بلاستيك لا، يا اما شكارة يا اما برميل صاج. وتتك عليها كده تكبسها جامد كده. تضغطي عليه وتكبسيه بحيث ما تسيبيش فيه فراغات هوا عشان ما ما يسوسش يعني يسويش معاك. تاني يعني. تمام. احنا بنخزنه دايما في البراميل الصاج اللي هي الكبيرة قوي دي، كبير. وبنكبس كويس جدا، اللي هو سواء دي الذرة او دي الغلة، وبيقعد مسافات يعني، بيقعد مسافة يقعد كويسة. بالشهرين والثلاثة عادي. الاستخدام. تمام كده، احنا ردينا على اي سؤال جالنا في فيديو الغلة، ولو في اي اسئلة طبعا ممكن تسألونا في التعليقات واحنا هنجاوب عليك. وفي متابعة جميلة بتضحك وبتقول انا عايزة غلة سلف يا حاجة. انا اي تيجي تاخد دقيق وتخبز دغري، كمان يعني حماتي مش مستنى، بتقول لك تعالي مش خدي، سلف والله. تقول لك تعالي خدي دقيق كمان، مش غلة بس، عايزة خدي دقيق مطحون. دقيق مطحون وخد خبز دغري. يا سلام يا جامد. والله اي خدمة. الناس طاعين زمان. طبعا بعد ما فردنا الفول زي ما وريناكم كده، دلوقتي احنا هنغسله قبل ما نسلقه. حطيناه هنا في مية بقى كتيرة كده، وهنصفيه بالمصفى الكبيرة، وهنغسله كده مرة واتنين عشان اي شوائب او اي حاجة لازقة عليه تطلع منه. ويتصفى هنا كده في المصفى، هنغسله كده مرتين تلاتة. وبعد كده طبعا حاطين هنا المية عشان تفور، اول ما تغلي بقى هننزله ونطلعه على مية ساقعة تلج. تمام. اول بس ما المية تفور هنحطه ونوريه لكم بره. طبعا بعد ما حطيناهم في المية اللي بتلج، صفيناهم في المصافي وسبناهم بردوا تماما. دلوقتي بقى هنعبيهم في الاكياس على قد الاستخدام. بعد كده طبعا بكياسيهم على قد استخدام المرة اللي انت عايزاها، الاستخدام على قد المرة يعني، ما ينفعش تخرجيه تاخدي منه وترجعيه تاني وهو متلج. واهم حاجة، اهم حاجة ان انت تخرجي الهواء كويس جدا منه عشان ما يبطش منك. فرغ الكيس وتستخدمي بعد كده بالهنا والشفا ليكم. يا رب اكون افدتكم، واكون عند حسن ظنكم. الى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.